انه بدا التسجيل الثاني لمجرى انيات تصريف مياه الانهار من عاصمه ياونتي لعاصمه كامل. زي ما احنا شايفين ادي احد المجاري اهو اللي كل الامطار بتاعته بتمشي في القناه دي اللي القنايه اللي احنا بنتكلم عنها دي، وبتيجي من القنايه اللي هي موجوده عندنا دي من الاماكن المرتفعه كذلك، وبتيجي حتى من المواسير هنا هو علشان تنزل كل الامطار مياه الامطار دي لاماكن مختلفه، اماكن مختلفه علشان تستفيد منها الدوله وتستفيد منها الشعب في مياه سطح الاسفل وفي مياه الزراعه في الحقيقه. تمشي مع هذه احنا كنا اتكلمنا عنه في الجزء الاول من الفيلم الى ان تصل الى المصب الكبير اللي هو موجود هناك عند العربيات اللي توصل للنهر الكبير اسمه نهر فوندي ونهر فوندي حوالي 10 كيلو متر من هناك. احنا بنتكلم عن الكاميرون انها بلد فقيره من افقر دول العالم ولكنها علقت وشكلت عمل شبكه من تصريف مياه الامطار اللي بتنزل في هذه البلده لكي تستفيد منها او تعيد تشغيلها مره اخرى. اللي بيحصل في بعض الدول اللي في شمال افريقيا ودول الشرق الاوسط الفساد هو الاساس، لان المشكله هنا ما بتشوفش مياه زي ما انتم شايفين، لكن في نظام العمل. اما الفساد اللي هنتكلم عنه واصبح ليه ثقافه واصبح ليه مؤثرين واصبح ليه انبياء واصبح ليه رسل واصبح ليه اصحاب قيم واصبح ليه متدينين بيدافعوا عن المشكله الخاصه اللي بنتكلم عنها هنا. هنا حل المشكله. امبارح كانت المطر زي ما قلت قبل كده في الفيديو الاولاني كانت ثلاث اربع ساعات او خمس ساعات استمرت مفيش اي مطر حصل في المطر حوالينا. النص ساعه كانت في مطر هنا هو مفيش اي مطر، ده شوف ده ما توقع من اخر المطر نزل من نص ساعه، لكن مفيش اي فيضان او اي زحمه او اي توقف للحافلات والمرور الى اخره. فلذلك هنقول لكم ايه محاربه مثل او معالجه مثل المشاكل هي محاربه الفساد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من ياوندي عاصمه الكاميرون. السلام عليكم.